يعاني ملعب الرميثة في المثنى من الإهمال المتعمد كما يقول نشطاء. إن هذا الإهمال المتعمد يقولون إنه من قبل مجلس المحافظة. الملعب الذي يتسع ل5000 متفرج يقول النشطاء إنه مهمل منذ سنوات. نشط من الرميثة صور اللقطات التالية من داخل الملعب. ملعب الرميثة، قضاء الرميثة في محافظة المثنى القديم، يتسع ما أعرف يمكن 5000 متفرج، وساحته مهجورة، ملعب مهجور، بناية مهجورة مثل ما جاي يشوفونها. ما أعرف شو السبب، بينما ما أعتقد يعني ما يكلفه هو ممكن يرجع للحياة وينعش هذه المنطقة كلها، القضاء كلها اللي مدينة كبيرة الرميثة بها هواية فرق شعبية مضالة، وهذا الملعب مهجور. ما نعرف شنو قصته. كانت تصير هنا بطولات الفرق الشعبية كلها، نادي الرميثة، المهرجانات، المدارس، كلها كانت تجي هنا تسوي فعالياتها، مختلف الألعاب، مو بس كرة القدم، مختلف الألعاب، حتى كمضمار هذا مال سباق موجود لحد الآن. يعني بناية جاهزة وظالة مهملة. مقدرات